صباح الخير، يعطيكم العافية. هذا الفيديو بشرح فيه كيفية استخدام جدول زد وكيفية استخدام جدول تي. هذول الجدولين رح يجوا بالامتحان. في عنا إحنا جدول زد، بنتذكر إن إحنا في عنا زي الواحد أو ذيلين. المنطقة المظللة منطقة الربط بالأحمر الرابط، وبالأخضر هي منطقة قبول. هذه إذ نرفض إذا كان زد المحسوبة أكبر من زد الألفا. هاي إذا كان زد أقل من زد الألفا، وهاي بنرفض إذا كان زد أكبر من زد ألفا 2 أو كان أصغر من ماينس زد ألفا على 2. يعني بالرسم هون يعني زد ألفا هاي القيمة هون، هاي القيمة هاي هون عبارة عن سالب زد ألفا، وهاي اللي هون هي عبارة عن سالب زد ألفا على 2، وهاي بموجب زد الألفا على 2. في عندنا قيمة ألفا خمسة بالمية، إذا كان ذيل بدور جوا الجدول على القيمة هاي، فلو جينا على 5% هاي 0.05، جاي من التقاطع الـ1.6 مع 4، وبالتالي أنا بدي أحكي إنه زد 0.05 تساوي 1.4. في حال كان ذيلين يعني ألفا تقسمها على 2، بدي أدور على زد 25 بالألف.
تختار أحمر، بحكي إنه 25 بالألف جاي من الطاقة الطاقة بالضبط، هاي القيمة أنا بدي إياها. هي جاي من تقاطع 1.96 مع 9.6، فبكتب إنه زد 25 بالألف يبقى 1.96. هذا بالنسبة إلى زد. خصوص تي، طبعا بدي أمحى كل هذا المكتوب. وتحضروا الفيديو، صوروه بالتليفون. جدول زد، أنا بدي أعرف نفس الثلاث رسمات اللي أرسمهم هيك، هاي عبارة عن تي ألفا عن سالب 1، وهذه تي سالب تي ألفا عن سالب 1، وهذه في ألفا 2 أن سالب 1، وهذه عبارة عن سالب في الألفا 2 فاصلة أن سالب 1، واللي بالأخضر هي منطقة عدم رفض الفرضية الصفرية. طيب أنا في عندي أن ناقص 1، هي عبارة عن حجم العينة، حجم العينة سالب 1، طيب بسأل حالي سؤال، أنا خلينا نختار إنه حجم العينة يساوي 10، طبعا ال ناقص 1 هي دي اف، أو بالعربي درجة الحرية، ومنها دي اف يساوي 10 سالب 1 يساوي 9. هاي 9 بدي اجي ادور عليها هون، بضل في عنا الصفوف اللي في الأعلى، 1 تيل 2 تيل، 1 تيل يعني ذي الواحد، وتو تيلز يعني ذيلين. لو أنا
كانت في عندي قيمة ألفا 5%. وكان عند الاختبار ذايل فإن قيمة في الـ5% فاصل 9 يساوي أول إشي باجي بعلم 9. ذيل 1 باجي بدور على 5%، هاي 5% من الذيل 1 بحكايها. فبروح العمود اللي هي فيه بقاطعهم، فبالتالي إنه حلاقي إنه تي 5% مع 9 هو يساوي 1.8333. بنفس المعلومات إذا أن 10، إذا دي اف ايكوال 9، وقيمة ألفا 5%. هون بدي أدور على اي ذيلين اثنين خمسة ثلاثة تسعة، بروح بنزل على السطر لتحت. السطر لتحت تاع الذيلين، طبعا 9 هاي ثابتة. من تو تيلز من الأسفل بدور على 5%، هيها قيمة ألفا وليس قيمة ألفا 2، وباجي بقاطعهم. فبالتالي التقاطع أجا هون إذا، وبالتالي قيمة تي ألفا 2 الناقص 1، يعني قيمة تي 25 بالألف فاصلة 9 تساوي 2.2662، وهكذا. يعطيكم العافية. دائما كونوا بأمان وسلام.